نورتينا يا ريهام. ميرسي يا طنط منزو حضرتك. ايه يا ريهام ما بتاكليش ليه؟ انا عارفه ان الاكل مش عاجبك، بس هقول لك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله. لا خالص، تسلم ايديكم بجد. ما تاكل على الصول. نعم. دي مش اكلتك يعني. انت هتبص لي في اللقمة ولا ايه يا حسام؟ ما تخليك في طبقك. دي اكل الكتيبة. يا محمد في ايه؟ ده حسام اخونا من زمان يعني مش غريبة عليك. قولي لي وانت يا انسه ريهام بقى خلصتي ولا لسه بتدرسي؟ اهو المتر هيرزل اهو. انا اخر سنة ألسن اسباني. اسباني؟ دي زي دعاء صاحبتك اللي بتتفرج معانا ماتشات ريال مدريد. دي دلوقتي الملوخية دعاء اصل دي ماما. دعاء مين؟ ريهام. ريهام مين؟ ريهام مساعد. ريهام. انا طبعا على فكرة انت وترتني. دي دلوقتي الملوخية يا ريهام اصل دي ماما اللي عاملاها. دي سلطة يا محمد. مش عارف بقى في الليلة دي. عايز اقول لك احسن واحدة بتعمل ملوخية في مصر سلمى مراتي. ميرسي يا حبيبي. بس مش على ماما. كده يا حسام. يا ساتر عليك. انت ما تسكتش ابدا. على فكرة ولادي دولت يموتوا في الهزار، لازم تتعودي بقى على كده. يلا كل يا ريهام. حاضر. كلي من انا والشيف دعاء. اسباني وكده. ميسي رونالدو ريال مدريد. كل يا محمد كل. انت ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بنت ادب واخلاق وعيله، يعني ما فيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالتها؟ ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ما شاء الله عليها مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ اصل انا بفكر اخطبها. فكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ انت ناسي ابوها مين؟ مساعد وزير. يعني لو عمل تحريات عنك هليك سهرتي وبايظ وبتاع. شويه هزار يا حسام. انت نسيت احنا مين واولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. اه انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي. ها الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيره الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد ميعاد بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده اسمه سياده اللواء. سياده اللواء طبعا. من غير لف ولا دوران يا فندم، احنا يشرفنا ان نطلب ايد بنت معاليك الانسه ريهام لاخويا النقي محمد. حضرتك قلت ايه؟ ده شرف لينا جميعا، وفي الحقيقه انا مش هلاقي عريس احسن من النقيب محمد في ادبه واخلاقه وشهامته عشان اديله بنتي ريهام. يا فندم ده الشرف لينا، احنا هنلاقي فين عروسه حلوه وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتك؟ بصراحه بقى من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده لله لله من غير حتى ما اشوفه. شكرا يا فندم، انا ما عملتش غير الواجب. كلك شهامه يا حبيبي. انا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب اكتوبر، والرئيس السادات اداله نجمه سينا. الحقيقه اولاده الاثنين محمد وحسام وارثين عنه الشهامه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ابن الوز عوام. ايه يا عروسه ساكته ليه؟ هقول ايه؟ السكوت علامه الرضا ولا ايه يا انسه ريهام؟ شكلنا كده هنبقى اصحاب قوي يا ريهام. انا كمان حاسه كده. ربنا يديم المحبه بيننا ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب نخش في الموضوع ساعتك. حضرتك تقول لنا طلباتك واحنا تحت امرك. في الحقيقه انا ملياش طلبات، انا بشتري راجل لبنتي ريهام. لا يا فندم برضو لازم تقول لنا. يا حاجه انا ملياش اي طلبات ومفيش فرق بيننا، اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه واحنا نكمل الباقي. يا حاجه صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. ايه يا جماعه احنا مش هنشرب الشربات ولا ايه؟ يا سلام حالا. قبل الشربات يا مدام، ساعه الباشا نتوكل على الله نقرا الفاتحه. يلا على البركه. بسم الله.